منذ 27 يوما يواصل الأسير عدي شحادة من بيت لحم إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري، حيث جددت محكمة الاحتلال اعتقاله لأربعة أشهر إضافية للمرة الثالثة بعد اعتقاله في 21 من شهر نوفمبر عام 2019. المواطنون في بيت لحم نظموا اعتصاما أمام مقر الصليب الأحمر للتضامن مع الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام. أنا شالة، أنا يعني جسم بدون روح، أنا روحي عند ابني، أنا أنينه في الزنازين بحس فيه، روحه بحس فيها، والشكوى لغير الله مذلة، لأنه لا صليب متعرف ولا محامي، مش عارفين أي معلومة. أما الأسير نضال أبو عهور الذي يعاني أوضاعا صحية صعبة جراء إصابته بمرض السرطان قبل أيام في سجون الاحتلال، اعتقل من منزله في 23 من شهر حزيران الماضي، وهو أسير سابق اعتقل أكثر من مرة. نضال أبو عهور بيعاني من مرض السرطان، طبعا الاحتلال منع أهله يزوره ومنع المحامي أنه يشوف كيف وضعه، طبعا ما حدا يعني ما فيش خبر داخل سجون الاحتلال لنضال أبو عهور، في له محكمة أجلوها لغاية اليوم. وتمارس سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي بحق الأسير كمال أبو وعر المصاب بمرض السرطان وفيروس كورونا والمحكوم بستة مؤبدات وخمسين عاما. وجود جائحة كورونا هي عملية سهلت عملية القتل التي استخدمها سلطات الاحتلال ودرس السجون بحق الأسرى الفلسطينيين، والدليل على ذلك وجود كمال أبو وعر الذي كتب وصيته قبل عدة أيام، والذي يقول فيها أنه يرى الموت في كل لحظة، ومع ذلك تستمر إدارة السجون في احتجازه وعدم إطلاق سراحه حتى أن يعطي بارقة أمل لذويه أو للأسرى الآخرين الذين يعانون من الأمراض. قرابة 700 أسير يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان والقلب، بينهم كبار في السن، لا يقدم لهم أي شكل من أشكال العلاج، أي أنهم يحاربون في صحتهم أو ما يعرف بالموت البطيء. الأوضاع الصحية لمئات الأسرى في سجون الاحتلال تتفاقم بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمدة من قبل ما تسمى بإدارة السجون، فقضية الأسرى بحاجة إلى تدخل عاجل قبل فوات الأوان. من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، رائد الشريف الغد، فلسطين.